شمرنا ايدين الحنية، لما لقينا قلوب بتعاني قلنا مش كفاية النية، لازم نحل بشكل تاني. فقرة مفاجأة في ترتيبها ودسمة في تفاصيلها ورائعة بضيوفها. معانا الأديب والشاعر الكبير أستاذ عصام قبيل، عضو اتحاد الكتاب وعضو ملتقى السرد العربي بريادة أيقونة الأدب والنقد دكتور حسام عقل، والذي صرح من قبل أن أستاذ عصام قبيل أحد رواد أدب القضية. ومعانا أحد نماذج المشاكل المجتمعية الصارخة والتي تعرض مشكلتها مدام هيام طايع علي راتب في لقاء تزاوج الأدب مع قضايا المجتمع. نورتني أستاذ عصام، نورت الدنيا. ربنا يبارك في حضرتك. أولا تحية طيبة راقية رائعة مبروزة بكل الورود وباقات الياسمين لقناة الصحة والجمال والبرنامج شكل تاني والإعلامية القديرة أستاذة رانيا مصطفى. ربنا يخليك يا أستاذ عصام، أنت اللي نورتنا. أستاذة هيام نورتينا، نورت المدينة كلها، وإن شاء الله يعني نعرض مشكلتك ويكون لها حل معانا بإذن الله. أستاذ عصام، دايما بيطلقوا عليك إنك تميل للواقعية في كل كتاباتك، يا ترى هل هذه المشكلة من واقع حياتنا تضاعف فكرك كأديب وروائي أو توحي لك بكتابتها؟ هو طبعا بدون شك أنا يعني إن في قضية تزاوج الأدب مع قضايا المجتمع، حضرتك إحنا بنرصد الكثير من المشاهد المجتمعية يعني كما هي، والأدب مش نوع من أنواع الفانتازيا أو مش نوع من أنواع الفكر الخيالي. الأدب مفروض يكون مرتبط بواقعنا، زي ما عمل من قبل كده طبعا قامات الأدب وهاماته، زي ما عمل قبل كده نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويحيى حقي، كانت معظم رواياتهم ومعظم كتاباتهم حضرتك الأدبية كانت بتعبر عن واقع المجتمع. وكان يعني حتى نجيب محفوظ نزل لقاء المجتمع وأتى لنا بنماذج موجودة بالفعل، حتى لو اشمئز منها البعض، حتى لو اعترض عليها البعض أو تكلم عنها بشكل أو بآخر، إلا أنها كانت نموذج حي موجود في مجتمعنا من الواقع اللي احنا عايشين فيه. نعم نعم، وعالجت الكثير من المشاكل وتعرضت لها في معظم قضايا، رواية السراب حضرتك، الثلاثية، الكثير من أدب نجيب محفوظ كان بيتحدث عن واقع موجود في مجتمعنا، حتى أنه زي ما قلت لحضرتك وصل لقاء المجتمع وتكلم عنه وعالج الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع. فهكذا يجب أن يكون الأدب، أن يكون حضرتك متحدث راصد لكل المشاكل المجتمعية، ومش شرط أن توجد لها علاج، لكن على الأقل شرط أن يلقي الضوء أو يلقى الضوء على هذه المشاكل، إذا حتى لم يكن لها حل عند يعني عند الكاتب أو عند الروائي، قد تكون مطروحة لإيجاد حلول. الكاتب بيقدر يقدم حل ولا بيترك الحلول للقارئ؟ هو اصلا الجماعه بتوع النقد بقى بيزنقونا في الحته دي، بيقول لك ما ينفعش حضرتك ان الكاتب يكون عنده ايديولوجي، وانه بيكون بعيد. انا ضد هذا الامر، يعني الكثير من الكتاب عالميا وعربيا ومصريا لهم ايديولوجي وبيتكلموا فيه بيقولوا وجهه نظره، لكن انا مش بألزم بها القارئ، ولكن انا بطرح وجهه نظري. انت بتطرح؟ نعم. المشكلة حضرتك أنا شايفها وشايف إن هذه المشكلة رأيي فيها في هذا كذا، هذا أنا شايف إن الكثير من الكتاب الروائيين وحتى والكتاب في معظم الأدب حضرتك ليهم أيديولوجي، بس بشرط إنه يجي في الصيغة الفنية بتاعت الرواية أو بتاعت القصة القصيرة أو بتاعت مثلا قصيدة الشعر. صح. يعني ما جيش بطريقة مباشرة، ولكن أنا بتكلم عن القضية اللي أنا رصدتها في المجتمع بأسلوبها الفني، بأسلوب الرواية، بأسلوب القصة القصيرة، بأسلوب القصيدة في الشعر، ومن هنا حضرتك بيحصل تزاوج بين الأدب وبين قضايا المجتمع. ترجع لمدام هيام ونقول لك باختصار شديد تحكي لنا إيه مشكلتك؟ قولي بكل صراحة اللي مريتي بيه من أول المشكلة لحد دلوقتي، إيه حلها وإيه نهايتها؟ هما واخديننا عشان يعذبوني، مش لا إحنا عشان نوضح للسادة المشاهدين، أنت اتجوزتي من كام سنة مثلا؟ 4 سنين،
وجي اليومين دول طلق غيابي من غير ما طلقي غيابي. وابويا راجل مريض وعندي اخ صغير واخواتي بنتين، ويعني اهلي على قد حالهم. لا ايه اللي تعرضتي ليه في مشكله جوازك؟ كانوا بيبهدلوني ويضربوني، امه كانت بتمسكني تضربني. ايه السبب؟ السبب ان هو مش عايزه تسيب مصاريف في البيت. يعني كلمه امه هي اللي ماشيه في البيت وكده. انت منين يا مدام هيام؟ من اسيوط. من اسيوط. يعني اتجوزتي كنت تعرفيه او ما تعرفوش؟ ما ده ممكن يكون سبب. هو قريب امي. فهم عملوا شبكه وكانت بكتب على طول عشان ما نعرفش عنهم حاجه. امه كانت يعني مبهدلاني. كنت اقول دي خالتي وكده، وامي ما ينفعش ان انا ايه اغلط فيها. صح. بس هي كانت بتضربني والدنيا دي، واقعد اسكت بقى، واخواته كل واحد معاه مفتاح من الشقه. مشاكل كنت صعبه عروسه جدا. جديده، يعني ما قعدتش 15 يوم حتى. يعني انت اتجوزتي 15 يوم بس وبعد كده اتطلقتي؟ ضربني ووداني لامي، كل شويه يضربني ويوديني لامي على طول. كانوا بيعذبوني وما بيسيبليش مصاريف في البيت ولا يديني فلوس للاكل. يعني بصراحه انا مش عارفه اقول ايه. وبيقل ادب على امي برضو. ما هو الاختيار بيبقى من الاول غلط، صح ولا يا استاذ عصام؟ هو طبعا الاختيار وسنها برضو صغير، بس هي غصب عنها لظروفها الماديه هي هو اللي حكمت عليها ان هي تبقى كده. هو يا فندم بدون شك حضرتك ان هما في جزء من الـ من الـ من الـ من الخطأ في الاختيار وفي التعجل في مسألة، ولكن اصل هي دي طبيعة مجتمعنا. طبيعة حضرتك حتى يعني سواء كان في الريف او حتى في القاهرة، هي دي طبيعة مجتمعنا حضرتك نظرا لظروف الناس المادية. ما هي بتقول لك ظروفي المادية وباباها تعبان. نعم. هي من سبقالك قد ايه كده متطلقة؟ لسه هو مطلعني بقاله 3 شهور بس. 3 شهور مطلقة وعشت على ذمة جوزك 15 يوم بس؟ لا ما عشتش 15 يوم، 4 سنين على ذمته. لا 4 سنين على ذمته، قصدي في بيت الزوجية قعدتي 15 يوم. ايوه 15 يوم يعني يعتبر ما شفتيش مثلا منهم يوم حلو. ايوه كانوا بيضربوني ومش عايزين اروح عند اهلي ولا اهلي يجوا عندي كده. يعني عندهم ملك ان هم ياخدوا البنت مثلا ما تبقى هي دي اللي بقت بتاعتنا، بقت ملكنا. هي مسألة المنافسة بين الأم وبين الزوجة الجديدة أصلا هي. أيوة. هي قضية، هي قضية تانية خالص. قضية محتاجة تانية. نعم. فما حلقات بصراحة. فما بال حضرتك بقى لو كانت مقترنة بقى بسوء المعاملة والتسلط وحضرتك. أيوة. يعني واعتبار ان هذه الضيفه الجديده التي اتت. انما اتت لتاكل خير البيت. أيوة. ولتاخذ يعني ما معه من نقود وتكلفه ما لا يطيق. اذا خدت الصوره دي طبعا بيبقى جحيم، يعني عفوا يا فندم بيبقى البيت بيتحول الى جحيم. وكانت الصوره بالنسبه لنا واضحه وجليه جدا جدا في هذه القضيه، ان حضرتك ما تعرضت له من اهانات وما تعرضت له من قسوه. ده عفوا يعني حضرتك كان يعني ما سمعت، يمكن هي قد تكون مستحيه هي بس خايفه عشان الكاميرا والتلفزيون. لكن حضرتك يعني احنا مره خرجها من البيت بدون عفوا بدون سيابها، يعني نزلها من البيت بدون سيابها وودها لوالدتها بهذا الشكل يا فندم. فحضرتك اذا 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 كانت مساله المنافسه بين الام وبين الزوجه اللي هي جايه داخله البيت جديد، يعني صحيح هي قضيه قديمه. هي قضيه استاذ عصام يعني صعبه جدا بجد. كم من مشاكل استاذه هيام في مجتمعنا وبيطرح كل يوم، وللاسف ما بنلاقيش ليه حلول بجد. مش عارفه اواسيها ولا اواسي مجتمعنا اللي بيظهر فيه النماذج دي يا استاذ عصام. خاصة يا فندم زي ما قلت لحضرتك، لما اكون مقرونه بسوء سلوك بقى. سوء سلوك. لما اكون مقرونه بسوء سلوك حضرتك وتحفز وتربص وظلم بين في 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 في, في المعامله. اتظلمت. وبعدين لما يستباح ضربها وسبها والاستهانه باهلها من اول يوم، طب حضرتك من خلاص ما كده الجحيم تحقق. يعني للاسف فترتنا خلصت. نورتني يا استاذ عصام والله الدنيا كلها. نورتني يا استاذه هيام. ان شاء الله نكون نلاقي حل لمشكلتك باذن الله، ونوعدكم باذن الله حلقات مزيد ومزيد لمشاكل زي دي ونطرح حلولها. يا رب نكون اسعدناكم وافدناكم، وان شاء الله انتظرونا يوم الاحد الساعه 3 في برنامج شكل تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.